الأغبية اللي راح توحشوك. كاين الصوت، كاين الصوت. كاين الصوت كاين، تفضل. اولا كنشكر الاخ مسير الروم وداك الشيء. اشنو هو الموضوع؟ انا راني موسوعه الاخوان، كان نزيدو فاش كيكون الموضوع ما كنفكرش، كيجي ديريكت كلشي حافظه، ما كاين حتى شي مشكل، ما كندير بحث، ما كان. اشنو هو الموضوع؟ باسبارتو، باش الموضوع هو هذا الاختلاف بين المسلمين من عهد محمد الى اليوم، واش ماله؟ هو رحمه، واش هو نقمه عليهم، واش ها انت دابا خويا بيان اللي انت عايش في امريكا، دابا امريكا عندها دستور امريكي، واش كاينين جوج ديال الناس كيختلفوا على ذاك الدستور في القراءه ديالو ويتقاتلوا عليه، ولا لا، إذا الدستور كان باين جوج ديال وواضح؟ الناس كيختلفوا، إذا كان جوج ديال الناس كيختلفوا، كيتجمعوا كاملين وكيعيطوا للسكيورتي وكينوضوا عباد الله من النعاس باش يمشيو. تخسر الزبابل ديال الفلوس، عندهم واحد المشكل كبير، هو أن هاد الفريزين، الأسلوب باش محطوط القانون، خصها تغير، حيت ما يمكنش يكون عندنا قانون واحد وجوج ديال لي زانتربريتاسيون. إذا كان مشكل في الفهم ديال الانتربريتاسيون، كترجع للبامفليتس. البامفليتس هما اللي تيكونوا في المجلد ديال القانون، كيكونوا اللو سميتها بامفليت، وهذيك كتعطيك اشنا هو المعنى واشنا هو اللي تغير في هذاك القانون. يعني القانون شي حاجة مهمة، ما يمكنش تكتب ستوب وماشي ستوب او ميم طون، حيت خصنا نرجحوا الكفة نشوفوا شكون. إذا أولا نرجع للموضوع ديالنا. دابا اشنو اللي كيبان في الاسلام كيختلف على شي حاجه اخرى عندنا؟ خصنا ناخذ بعين الاعتبار بان هذا خالق هذا الوجود كيهضر معانا، فهمتي؟ راه خص يكون الطريقه باش كيتعاملوا داك الشيء خصها تختلف. لحقاش كيبان ليا فاش نزل هذا القرآن وهذا النبي وداك الشيء، نفس الروينه اللي كتعيشها الإنسانية دخل فيها الله حتى هو، ولا داخل وكيدير الغزوات وكيغزي في عباد الله، وكل واحد كيضرب لجهته. اختلف العلماء، وصلنا حتى للمستوى ديال خارجة ماشي هي خارجة، ودخل ماشي هي دخل. ها، وهذا الشيء ما يمكنش حيت هو قرآن مبين. اذا هنا الا كنقولوا الاختلاف، اذا شي حاجه اللي مكتوبه اللي ما مقداش. فاش كنقولوا كاين الاختلاف في الدستور الامريكي مثلا، كنرجعوا للنص وكنقولوا اذا اختلفوا الناس في هذه المساله، اذا النص سام ان از رونغ ويز ات، خصنا نعاودوا نريفيزيو، خصنا نعاودوا نقراوه، وخصنا نقلبوا كيفاش غادي نبدلوه حتى يفهموه الناس كلهم بطريقه واحده بدون استثناء. اوكي، هنايا كيجي خالق هذا الوجود وجايب سبعة ديال الألسنة، وخرجة ماشي هي خرجة، واللي كيفهمو واحد شيعي ماشي هو اللي كيفهمو واحد سني، واللي كيفهمو واحد سني ماشي هو اللي كيفهمو واحد قرآني، واللي كيفهمو واحد قرآني ماشي هو اللي كيفهمو كل واحد اللي من المذهب المالكي، ولا من المذهب المالكي ما فاهمش مع المذهب الخرواني. او اللي نفس فين هي ديك ديال القرآن مبين؟ فين هي ديك لو وجد لو كان فيه اختلاف اختلاف من دون غير الله وداك الشيء لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ يا وجدنا فيه اختلافا كثيرا. إذا هو من غير عند الله. علاش؟ حيت وجدنا فيه اختلافا كثيرا. الآية كتقول لنا لو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا. يا الاخوان، حيت عندنا مشكل مع الوردين هنا، خص تحط الكلمه. وغيطلع يطلع دابا الاخ المهدي كافر غادي يقول لي لا، راه ماشي اختلافا، راه شي حاجه اخرى. لو كان من غير عند الله لوجدوا فيه، ياك، لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. دابا واش حنا وجدنا في الدين اختلافا كثيرا؟ واش هاد الروينة اللي نايضة في لي زانتربريتاسيون، تا ولا عندنا صحيح جنوب خاص به، وصحيح العلقم خاص به، وصحيح حسو عنده تا هو قرآن وفهم ديالو خاص به، وكل واحد عنده فهم ديالو خاص به،
الا كل واحد عنده فهم ديالو خاص به هو، اذا بلا ما تجيب ليهم حتى شي حاجه، علاش غادي تجيبها ليهم الا غادي يفهموا كل واحد غادي يفهمها بطريقه، علاش غادي تنزلها انت كاع من الاول؟ ها، اذا هنايا ماشي المساله ماشي في البلاغه جانو، المساله في المضمون. دابا واش هذا دين؟ واش واحد الحاجه انا اللي كنفهمها؟ مثلا اشنا هو رمضان في المغرب؟ كتغرب الشمس كيمشي بنادم ياكل، اون فوا كتغرب الشمس كتمشي بنادم ياكل. ها، صوموا واشربوا حتى يتبين لكم احنا ولينا طلبه حنايا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. هذا هو اللي كيعتمدوا عليه السنه. كتمشي عند الشيعة يقول لك لا، خصك تكمل الايه، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الابيض الخيط الابيض من الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى 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 الليل. ياك الاخ المهدي، هنا الشيعة كيبقاو حتى الشيعة كيبقاو حتى ماشي كتغرب الشمس حتى كيطيح الظلام، واللي ما تاقش بهاد الهضره يخرج في رمضان وشوف الوقت امتى كتغرب الشمس وامتى كيطيح الظلام. كاين على الاقل واحد 15 مينوت ما بين كتغرب الشمس وكيطيح الظلام. واش هذا اختلاف؟ يا اختلاف كبير. الا كتلت واحد الانسان كيصوم 15 مينوت زايده شيعي كيصوم 15 مينوت وهي نفس الايه، وشي فاهمها هكا وشي ما فاهمهاش فاهمها بشي طريقه اخرى، اذا هذا اختلاف. الاختلاف هو في حد ذاته دليل قاطع على ان هذا الانسان اللي كنقوله هو محمد لم يخاطب خالق هذا الوجود. ها، هذاك واحد تفكير معرض للخطا. ها، وشفناه بانه خطا. المسلمين اش داروا؟ العرب اش داروا؟ كانت هانيه بيناتهم، كانوا حلوى بيناتهم، كان عندهم اكثر من 20 اله، كل شيء كيغني، كلها الليره ديالو وخدامين كنغنيو وبخير مع روسهم. كانت الجزيره العربيه حلوه، ها، عايشين بخير، شويه ديال الشفاره هنا وهنا، الناس عندهم اديان مختلفه وداك الشيء. كيجي الاسلام وكتنوض الفوضى، بحال دخلتي شي وحده فيها النميمه وداك الشيء وكتبدا تدخل وكتخلق لك شي مشكل في شي عائله، هذه قالت لي والاخرى راه قالت ليها وعاودت لي الاخرى. نفس الشيء دار لينا محمد، دار ليهم محمد. ها، دخل محمد حتى شي حاجه ما عندها مفهوم، كل شيء ولا مخاري. كيقول لك الاختلاف، ها، فاش كتشد بنادم فاش مات الراسي ولا الاخ جانوف، واخا انت لا تستحق الجواب، راه ما كانش اختلاف، راه كان قتال، راه الناس ماشي اختلفوا. واش انت بنادم شادين قال لك فاطمه حطوها ورا الحيط ونايضه، وبنادم منفوخ ونايضه القتيله، ونوض يا علي ونوض يا نوض يا عمر يا ابو بكر وداك وحرقوا البيت والروينه نايضه والقيامه نادت. هذا راه ماشي اختلاف. الاختلاف هو كيكون كنهضروا حتى كنوصلوا لواحد الريكونسيلياسيون وكنتفاهموا، اوكي، داك الشيء اللي ناض في الاسلام ماشي اختلاف، نط الفوضى. انا كون كنت الله وغنقول غادي ننزل واحد الدين وغادي يترون العباسيين، غادي يترونوا والامويين، غادي يترونوا شمال افريقيا، غادي يبداو يسبيو في عباد الله والقتيل والذبيح والعداوه والبغضاء بين الناس، اش غادي ندير؟ يا كان انا غني حميد، ها، انا غني على العالمين، غنقول بلاش. الا غادي نصيفط لهم واحد الدين غادي يبداو يشرملوا في بعضياتهم وتكون العداوه بيناتهم وداك الشيء، غادي نقول بلاش. علاش؟ حيت الوجود ديالي انا افضل اخرى من انعدام الوجود ديالي. اوكي، الوجود ديالي خلق مشاكل في الشرق الاوسط، خلق مشاكل في العائلات، خلق مشاكل، كل شيء عندنا فيه اختلاف. حتى دوك البيسكس ديال الدين ما بقيناش فاهمينهم،
واللي انا كنقول لي اشنا هو الانسان، تقول لك كاين جوج انواع ديال الانسان، هذا النوع ديال الانسان وهذا النوع ديال الانسان. اشنا هما الرجال؟ كاين جوج الانواع ديال الرجال، كاين واحد النوع ديال الرجال هما الاحرار، وكاين واحد هما العابد. اشنا هو المراه؟ المراه حتى هي بغى يقسمها على جوج، وانتم عندكم اختلاف في المبادئ، المبادئ الانسانيه، مبدا الحب ما كتعرفوش انتم في الاسلام، عندكم فيه اختلاف. ديما خصكم تبقى تستي وشكون هو اللي غادي تحب وشكون هو اللي ما غاديش تحب. مساله الشجاعه هي ما بقيناش عارفين واش شي ولد القحبه مقطر دخل على واحد القبيله ما داروا ليه حتى شي قلوه، دخل بدا كيشرمل فيهم وكيبكي فيهم وشردهم على بلادهم، واش هادشي كنسميوه شجاعه ولا كنسميوه تقحبين؟ نتوما الاختلاف عندكم في كل شيء، هذا راه ما كيعنيش بان هذه مساله انسانيه، راه ما فيها حتى شي حاجه انسانيه، راه ما كنهضروش على الانسان، راه كنهضروا على خالق هذا الوجود. تعط الله الى هاد الدين الاسلامي هو الاخر، زعما الله عيا 1000 وما عرف شحال شي 2400 نبي ها، والقيامه ديال الديانات والانبياء، شي في عمره 900 عام، شي في عمره 16 عام، شي واحد جين فخ فيها لاخوته هو ما عرف كيفاش، وشي عايش في قلب الحوت والروينه نايضة. بغيت نقول حنا الا وصلنا لهذا المشكل، هذا المستوى ديال الهمجيه اللي وصلت ليه الجزيره العربيه وديال الترميل وديال التكزات، بغيت نعرف انا اش كان كيوقع في هذوك الديانات القديمه اللي باقا ما وصلهمش المستوى الوعي والتحضر للمستوى اللي وصلوا ليه قريش انذاك. بغيت نعرف كيفاش كانت الديانات الاخرى، حيت هادشي اللي وصل ليه الدين الاسلامي، فاش كتشد الدين الاسلامي خصك تحطه هو الاول، خصك تقول هذه هي الديانه اللي جابها ادم. علاش؟ حيت واحد الدين اللي كله تشرميل، بنادم باقي حي وباقي بنادم، باقي الرسول ما ماتش، باقي الرسول الدم ديالو سخون، بداو كيتخاراو. الاختلاف هو كينزل واحد النبي، عرفتي شنو هي؟ الا نزل عندك شي واحد هضر مع خالق، واش كتعرف اش كتعني على الاخوان؟ تخيل واحد الانسان هضر مع خالق هذا الوجود، ماشي هضر مع نيتشه ولا هضر ولا تتلمذ على يد اينشتاين ولا هضر مع خالق هذا الوجود. اشنو هو خالق هذا الوجود؟ غادي يجيب لك شي حاجه امبيكابل ما يمكنش انت ترفضها، غايجيب لك شي حاجه اللي ما يمكنش واخا انت تبغي ترفضها وتكون عندك العداوه ويكون فيك الكفر او داك الشيء ما كتقدرش. بحال درنا شي موسيقى واعره، كتقول لا ما غاديش نبغيك، تقول لا ما نقدرش، ما خليتي ليا فين نقول لك لا، في اي حاجه كنديروها. اذا هنايا اولا ما عندناش تقدير، الفو ايفالوي هذاك لو كونتاكت مع الانسان، راه شي حاجه امبيكابل، راه خص باش تنزل الرساله العام الاول العام الثاني خص يكونوا شي 50,000 تبعوا هذاك الدين الاسلامي. اللي كنعرفوه هو ذاك الدين الاسلامي دخلوا ليه شي 64 واحد ياك الاخ، وقيل 59 ولا 64، هذا الشيء في 10 السنوات الاولى 73. كاع عندكم دابا وليتوا كلشي غادي يطلع جانوفا يقول لكم انتم ما كتعرفوش. اوكي 13 عام 73 واحد، 73 واحد، شنو هو المعدل ديال 13 عام؟ غير باش تعرفوا بان الناس ما كانوش مجتمعين، هذاك راه ما يمكنش خطاب ديال اله، راه الحاجه اللي مجتمع. حنا كنا كندخلوا كنا كنقراو في القسم 60 واحد، ما بقى لينا والو، نعودوا قد الصحابه في 10 سنين. الله جمعتي 73 واحد، واخا تكون تعطيهم على البلوح، شتي الا عطيتيهم مع التمر غادي تكون جمعتي شي 500 ولا شي، بلا ما يدخل هذا الخالق هذا الوجود الفورميلا. الا عشي واحد جا عمرتي ليه واحد الكربه ديال التمر عطيتيها ليه، راه غادي يكون عندك على الاقل شي 1000، حيت بنادم غادي يلقاو في التمر شي حاجه اللي ما لقاوهاش في خالق هذا الوجود. خالق هذا الوجود جاب ليهم والو، وهذه واحد الحقيقه كتغيب عليكم. الى هذا الدين هذا واعر وداك الشيء، علاش تبعوا غير 73 واحد؟ حتى دابا فاش تيقول لك عندنا مليار ونص ديال المسلمين، ما تيقولش خاصنا نحيدوا منهم الشيعه كفار والقرانيين حتى هما كفار، ونبقاو نديروا
ليليميناسيون حتى ما يبقاو غير شويه ديال الحيد اللي كيصلي حتى هو راه ماشي مسلم. العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر. واللي انتما كحل الراس كيولد بزاف اللي تزاد راه مسلم اوتوماتيك واخا ما عمرش جبتو نسات الارض. اوكي اذا الاختلاف إذا مشيت عند الشيعة تيقول لك الاختلاف، تيقول لك فاش كتسول الشيعي كتقول ليه اختلاف أمي أمتي رحمة، ياك كاينة هذه في هذا اختلاف أمتي اش كيديروا تيشد يديه تيشد الشيعي يديه وكيحط صباعه يشابكم بحالكو تيقول لك الاختلاف يعني أنت تمشي عندي وأنا نجي عندك. حيت قال لك جعفر الصادق فاش قال لهم اختلاف أمتي رحمة شد يديه وشابكهم فهمتي، حط الصباع ديالو وحط السبابه حدا السبابه ودخلها شويه حتى ولات بحال الشبكه وقال لهم هذا هو الاختلاف يعني انت تمشي عندي وانا نجي لعندك الاختلاف فهمتيني. هكا بغاو يفهموا الشيعة هذا دهاء، على الاقل خرجوكم من هذيك الاختلاف انه رحمه. الاختلاف ما كتكونش فيه الرحمه الاخوان، الانسان كيسعى الميريكان فاش كيبداو يتخارى شي بريزيدون مع شي واحد اخر شي 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 واحد بغى ينتخب البريزيدون كتنوض العافيه كتنوض الحرب كتنوض القيامه ما بين الديموكرات وما بين كاين صوت الاخوان ما بين الديموكرات وما بين الريبابليكانز وكيتقاتلوا مزيان وكيبداو يتسابوا وكيعيطوا لروسيا وكيجيبوا دوك الاوراق ديالهم وكيديروا كلشي داكشي وكيتخاراو وكيسبوا بعضياتهم وعيطوا لبعضياتهم انتم خوانا ربما دي بيدوفيل وشفاره ها وميت لكم القلب وما معمركم دافعتوا على البلاد. كيتخاراو مزيان شويه تيقول لك خصنا ديو خصنا فاش كيكمل الماتش وداكشي تيقول لك خصنا نتيونيفايو خصنا نكونوا خصنا نتجمعوا دابا حنا هذاك الشيء دزناه باش نقيو شي واحد واعر يسيو البلاد ها حنا دابا كملات الحرب خصنا اش تسميو كاين واحد سبيتش سميتي شي حاجه اوف ذا ستيت شي حاجه بحال هكا. اوكي يعني هذا الاختلاف اللي عندكم نتوما خص يكون من بعد خص ترجعوا الى غادي نقولوا كاين واحد الاختلاف خص يكون عندكم اختلاف وخصكم في الاول فاش يكمل هذاك الاختلاف خصكم تعاودوا تلاقاو وتقولوا اوكي احنا مقادين اليونيون ستيت اوف ذا يونيون يس ثانك يو منش. اوكي اذا هذا الدين هذا نقول لك المصدر ديالو ديال الاختلاف ديالو نقول لك المصدر ديال الاختلاف ديالو. اولا باش نقول واحد الحاجه الاختلاف القران سكيزوفرينيك هذاك اللي كتب هذاك القران يا اما سكيزوفرينيك يا اما عنده دوبل بيرسوناليتي ديسوردر ها وهذا اختلاف هو في القران ها اختلاف في القران اي حاجه كتجبدها في القران الا وعندها السينونيم والانونيم اي حاجه اي مبدا كتجبدو في القران كتلقاه هو السينونيم او ميم طون هو الانونيم يعني العكس. هذا اش كيقول لنا كيقول لنا واحد الانسان سكيزوفرينيك واحد الانسان مع واحد الحاجه وضد واحد الحاجه كتجي كتقول ليه السارقه تيقول لك انا ضد وكيقول لك الغزوات حلال كتقول اوكي واش انت ضد السرقه ولا مع السرقه اذا واش هذا اختلاف يا هذا اختلاف واش رحمه لا ماشي رحمه اللي كتعني هو ان هذا بنادم اللي قال لنا هذا الشيء راه ربو مريض تيقول لك الزنا حرام كتقولي اوكي اربعه وما ملكت ايمانكم وهذه راها زينه منين انت كتبقى تحوي سمحوا لي كتبقى تنكح وتبقى غير تنكح بلا حدود فاش عندك ملك اليمين الا عندك مليار ملك اليمين عندك الحق واش فراسكم هذا الشيء ولا الا عندك مليار ديال ملك اليمين ديال العيالات اللي دخلتي على الامازيغ وخديتي من عندهم مليار وديسيديتي انت بغيتي قبل ما تموت تنكحهم كاملين مليار
الا نكحتيهم كاملين ما كتسماش زينه. ونفس اللي تيقول لك الا نكحتيهم كاملين ما كتسماش زينه تيقول لك الزينه حرام، ولكن الا نكحتي اون انفينيتي ديال العيالات الا كانوا ملك اليمين فراها ما كايناش مشكل. واش هذا الشيء اختلاف او غادي تلقى شي اختلاف حسنا؟ تيقول لك الاله رؤوف رحيم، كتحط قطره على السليب ديالك كتدخل لعذاب القبر كتبقى تاكل في الكشماط، علاش هذيك القطره تلاحت لك في ال اوكي. اذا الى درتي هذا القران وبديتي كتبحث فيه كتلقاه كله متناقض، كله متناقض. وهادشي كنديرو عادي، الانسان العادي هو اللي كيتصرف في التصرف. حنا عندنا في الانتخابات قبل من الانتخابات كتلقى بنادم ديما يتأبط السجاده وشد الحيط وكيمشي ويشوف الناس ويحاول الناس يشوفوه، كيمشي للجامع باش ينتخبوا عليه، وتيبدا يدور وكيبدا يبوس في الدراري الصغار وفي الزحافه وفي العيالات، يدق عليهم في ديورهم ويمشي لدوك الدروبه المسخين والخانزين، فهمتي؟ داك الدرب اللي كتلقى دار ساكنه فيها شي 10 ديال الفاميلات، شي ساكن في سطح فهاد القنت ولا خاص سطح فهاد القنت، فهمتوني الاخوان؟ وكيديروا جميع دوك الحوايج باش يوصلوا للهدف ديالهم، هو ينتخبوا عليهم. غير كينتخبوا عليه نفس كيقلب كل شيء، هذاك الشيء كيرجع الصبغه ديالو الاولى، وهذا الشيء اللي وقع لمحمد. محمد بالتحلوين ديالو وداك الشيء ما تبعو غير 73 واحد، غير دا القوه ديالو هو يقلب الميساج ديالو كله، تقلب كاع داك الشيء اللي كتعرف بحال داك الشيء اللي غادي يدير ترامب الا ما عندوش شي رادع الا شد 4 سنين الجايه، راه غادي يقلب، غادي تعود تشوف ترامب ديال بصح. دابا اللي حابسه هو ديك 4 سنين الجايه. اوكي، فاش جا محمد وهنا منين جا الاختلاف، لحقاش الا قريتي اي حاجه الا جبتي لي اي حاجه تقول لي العداوه، نقول لك العداوه مثلا السرقه حرام، الكذب حرام، تيقول لك لا الكذب راه ماشي حرام، راه كاينه فيه الكذبه البيضاء وكاينه فيه الكذبه الزرقاء وكاينه فيه الكذبه الخضراء. اوكي، اذا هنايا واش القران فيه اختلاف؟ ياس فيه اختلاف، حنا كنختلفوا في القران على كل، ها هي عائشه اختلفنا على عائشه شحال في عمرها، ولا سي ورد كيقول لنا في عمرها 17 عام، والعالم كله اي حاجه توليتي كتخاف، دابا وليتي كتخاف جبد شي حاجه من القران وتقول لهم اش كتعني هذه، كحالت على امك الا قلتي لهم اش كتعني هذه، صافي دخلتي لواحد المتاهات، فهمتي؟ كتدخل لواحد المتاهات وكتغرق فيهم، وهذا قالوا منا وهذا راه نظريه ديال جانوب خاصه ب بوحدوش كثير، لاخو تيقول لك الجلالين، لاخو كيدخلك عند البخاري، لاخو تيقول لك انتم كاع ما عرفتوش اش ندوكم القران، انا قراني ما كنامنش بهذاك الشيء كامل. الروينه ناضت، علاش ناتت الروينه؟ لحقاش المستوى الثقافي الاخوان، المستوى الحضاري ديال قريش كان زيغو. علاش زيغو؟ حيت الانسان 70% ديال لوكور ديالو فيه الماء، فيه الماء، يعني غادي يحتاج الماء. وهذيك المنطقه اللي فيها الرلو الشماكريه ما فيهاش الماء. اوكي، اذا ما غاديش يكون واحد التجمع بشري، وما غاديش التجمع البشري هو اساس المجتمع. اوكي، وهذا الشيء ما كانش الشرق الاوسط من المحظوظين. لماذا؟ اصلا لان الماء ما كاينش. اذا هنايا كاين واحد الانعدام ديال الحضاره. وهذاك البير ديال الزمزم اللي ما كيوقعش نهائيا، هذاك الزمير ديال زمزم لا حتى حنا عندنا حتى هو ما كيوكحش، ها هو عندنا هذاك الماء راه فيه الفليور وبيان لير، هذاك الماء راه فيه الفليور راه مسموم، راه مسموم، راه لقاو فيه نسبة الفليور عالية بزاف، لقاو فيه نسبة الفليور عالية، راه مسموم هذاك الماء. لا بلا هذيك كاع ما ندخلوا معاهم البكتيريا، عندنا سيدي حرازم ما عمرو كح، راكم كتشوفوا فيه انتما كتصحابوا دابا من ليت الرسول والناس كيمشيو مليون 3 د المليون 10 كيمشيو للحج، راه كانوا كيمشيو ليه غير 36 سنه، غير 1940 وخرج واحد التصويره ديال الحج
كيدوروا واحد ثلاثة ولا أربعة كيدوروا على الشيطان، وكان واحد شي 18 ولا 19 هما اللي كيدوروا الكعبة. ثم دابا حنا كيسحاب لينا 1400 سنة هذه راه كانوا دايرين ليها داك التوب ديالها اللي كتسميوه الفيلفيت. اش كتسميوه داك التوب الفيلفيت وداك الشيء كان الاخر راه كان عا خربة. اوكي اذا هاد واخا تسمح لي اخويا ديال لي جام بيس هي باش نصحل داك الاخ اللي قال انا ما شغليش في يكون في المسلمين في الاخرين غير ديك المعلومات قال لك فيه سميتو راه الفليوروز الا كان في داك الماء غادي يكونوا السنان ديال دوك الناس بحال الناس اللي عندنا حنا في خريبكا، مي ما تنشوفوش هاد القضيه هادي. هذيك عندها علاقه بفوسفات، وهذوك في الشرق الاوسط ما عندهمش فوسفات، يقدر يكون حل بالبترول. اوكي اذا الاختلاف، وغادي نختم الاخوان غادي نختم. اجتهاد الدين كامل فاش كتشوف فيه ما كتبقى تفهم فيه حتى شي حاجه، ما كتبقاش ما الاختلاف، ما الاختلاف لا يهم، المهم هو شي حوايج اساسيين في لا ريليجيون ما كاينينش في الدين. اشنا هي وحده فيهم؟ هي انه يفرق ما بين الخير والشر. الا دخلتي للدين الاسلامي جميع الاديان الخير والشر كيف ما كنعطيو حنا لا ديفينيسيون اللي كنعطيو للخير والشر ما احترموهاش في الاديان. واحد الانسان كيدخل كيغزي وهذه ما جاوبش عليها الاخ ورد، واحد شي ناس ما داروا لك حتى شي حاجه، ما ظلموك ما خداو لك حقك ما تعداو الحدود ديالهم ودخلوا عندك البلاد ديالك ما داروا والو. هنايا مشكل ديال الخير والشر، هاد الخير والشر اللي جاب الاسلام الانسانيه ما متفقاش عليه، داكشي علاش ما بقاش الغزو حيت ما متفقينش عليه، واصلا ما كانش عليه يكون كل ما الاسلام اللي جاب لنا هاد المساله هذه ديال الغزو. اذا هنايا اشنا هو مشكل؟ هو واحد الحاجه اللي المشكل هو ان الديانه الله ما كنعرفوش واش هو النيت بالصح، بغى لينا الخير وما كيصداش منه الشر ما كنعرفوش، ولكن حنا كنلصقوها فيه حيت نقولوا هاد الخصله هادي ما يمكنش غادي نعطيوها للانسان حيت الانسان يقدر يكون انسان فيه الخير والشر، غادي نعطيوها غير الله بوحدو. باش كنعطيوها الله كنجيو ندخلوا الاسلام ما كنبقاوش نقراو فين كاين هاد الخير والشر. شفار كنعرفوه شفار، شي واحد الا جا دالك الغنم ديالك والمراه ديالك والولاد ديالك والذهب ديالك والفضه ديالك والتوابل ديالك وخدا لك الارض ديالك وشرملك كنسميوه شفار كنسميوه ولد القحبه. الاسلام قال لك اتس اوكي. اوكي هنا فين ما خش الاسلام ما يكونش اختلاف، يكون اختلاف ما يكونش اختلاف على الصواب والخطا، ما يكونش اختلاف يعني هاد الدين هذا كله مختلف من الاول. شكرا، اتمنى كنت بدلوا الموضوع شويه شي جهة أخرى. شكرا الإخوان، شكرا الأخ المهدي، شكرا أخوان.